قضيت أغلب فترتي المهنية مع بيت تمويل. مؤخراً قبل تقريباً سنتين تركت الوظيفة. كان هاجس دائماً يراودني خلال فترة عملي مع بيت تمويل، لأن أنا أحب الرياضة. فبالنسبة لي كان حلم إني أفتح نادي سباحة، لأنه هو الشيء اللي أحبه وأستمتع فيه إني أقضي وقتي. إحنا مجموعة أندية تابعة حق منظمة كروسفيت، إحنا تقريباً 10 أندية بالكويت. اللي يميزنا بشكل أساسي إن نعتمد على طريقة تمرين تحاكي حركة الجسم الطبيعية، فيها عنصر التمرين ضمن المجموعة شيء أساسي. منهجية الكروسفيت في التدريب الحلو فيها إن إحنا نسوي برنامج تدريبي، البرنامج ينقسم إلى سايكلز أو مراحل، كل مرحلة تقريباً تأخذها من 3 إلى 4 أسابيع. الحلو أن البرنامج التدريبي اللي نسويه حق كل العملاء قابل للتعديل. الفرق أن إحنا راح نعدل إما بالوزن المستخدم أو بشكل الحركة أو بالوقت وقت التدريب. فنعدل بالعناصر هذه عشان نقلل أو نزيد من كثافة التمرين. بشكل عام مجتمع الكروسفيت في أيام الراحة نحاول نمارس أنشطة غير تقليدية تساعدنا أن نرجع أيام التمرين نكون جاهزين ومستعدين حق أسبوع يكون قوي من التمرين. فنحاول نسوي أشياء جديدة، مثلاً نمارس رياضات بحرية، منها مثلاً البادل بالبحر، نشارك بسباقات متنوعة تساعدنا على أن نبني يوم التمرين الأساسي بشكل أقوى وصحي، وبعد يوم راحة نسميه Active Recovery. هل أحس أني وصلت حق تحقيق حلمي أو اكتفيت أو عندي شعور بالرضا في العمل الخاص؟ صعب أنك توصل حق مرحلة أنك تقول أوه أنا حققت كل اللي أبي. أنا أعتقد أنها عبارة عن رحلة، وأنت يفترض أنك تستمتع في الرحلة. يعني أنا سعيد في تحقيقي حق أهدافي بشكل مستمر. أنصح كل شخص بده يبلش مشروع أنه يشوف نفسه هو شنو يحب، شنو الشيء اللي يستمتع فيه. هذا الهدف الأساسي، السعادة هو الهدف الأساسي. فأنا أنصح الشخص يسعده ويحاول يخليه هو مصدر دخله. ايش راح يصير؟ راح يقوم كل يوم الصبح يروح الشغل، بس هو ما راح يحس انه رايح شغل. قاعد يقضي وقت ممتع وسعيد، في نفس الوقت قاعد ينتج بكفاءة وفاعلية، قاعد ينتج خدمة او منتج، هو سعيد في انتاجه، تعطي قيمة مضافة حق المجتمع اللي هو عايش فيه. وما يتخوفون من متابعة احلامه، مو شرط التحق كيف يكون هو الشيء المثالي حقي. سوي الشيء اللي انت تحبه، لا تسوي الشيء اللي الناس يقولون لك سوي، لان انت اللي راح تقضي 8 ساعات من حياتك بشكل يومي في الوظيفه هذه. فسوي الشيء اللي انت تحبه.